ماشي. في البداية أنا بحب أرحب بالكابتن مصطفى عبده وبقول له يعني ألف مبروك على هذا البرنامج، وإن شاء الله ربنا يوفقك دايما، أنت راجل نجم كبير يعني. بالنسبة للكابتن طه إسماعيل، ده طبعا الكابتن طه مهما اتكلم بيحتاج لمجلدات. كابتن طه يعني بيعتبر مثل الأعلى والقدوة الصالحة في كل شيء. علاقتي بالكابتن طه لأكثر من 35 سنة دلوقتي، دايما بطمئن عليه اسبوعيا تقريبا او كل 10 ايام او كل ما تتاح الفرصة عشان اطمئن على صحته. بس كابتن طه اسماعيل لو اتكلمت عليه في كلاعب، طبعا كلاعب الناس يمكن دلوقتي مش بشافوش، لكن انا شفته وانا صغير. كابتن طه اسماعيل خد نجم مصر سنتين ورا بعض، احسن لاعب في الدوري الممتاز. كابتن طه كان نجم النادي الاهلي ونجم المنتخب، واتذكر ان هو في طوكيو خدنا مركز الرابع وساهم مساهمه كبيره جدا، ولكن حصل له كسر ونتيجه للكسر ده يعني اثر فيه بعد كده. كابتن طه اسماعيل انا اتعلمت منه كتير جدا، اتعلمت منه تكتيكيا، اتعلمت منه القياده، اتعلمت منه الكره كيف تدير فريق، كيف تكون متواضعا. كابتن طه على فكره انسان متواضع جدا، يعني يكلم اي حد، يعبر عن اي حد، يرد على اي حد، يهتم باي حد، ملوش في الحاجات دي. اتذكر ليه كلمه مقصوره، كنت انا مدرب معاه وهو كان المدير الفني، فكنا بنكسب على طول، فكان في نهايه الماتش يقول للعيبه على فكره ربنا بيديكوا عشان تواضعكم، ربنا بيديكوا علشان انتوا ناس بتصونوا النعمه. المفروض الواحد لما ربنا يديله مناخيره دي تيجي في الارض اكتر. فالحقيقه كلمه اثرت فيا وكانت يعني نبراس لوجود الواحد وتقدمه وفي عالم التدريب او عالم الكوره على وجه الخصوص. كابتن طه اسماعيل من الناس اللي تحب تقعدي تسمعي لهم. انا شخصيا اتكيف قوي لما اقعد قدامه زي التلفاز واسمعه وهو بيتكلم. يعني ربنا يبارك له ان شاء الله ويدي له الصحه وطول عمره باذن الله. هتقول ايه لحبيبك؟ عمرو يعني شخصيه يعني متطوره، ولذلك يعني انا لمحت النبوغ فيه من بدايه ما كان بيشتغل في فرق الناشئين الصغيره، الفريق الصغير ده، وتدرج فيه، ولذلك وجدت انه ممكن يبقى اكتر عونا ليه في كل المراحل اللي اشتغلتها. وكان لماح وكان يشارك، مش مجرد انه مدرب معايا وخلاص، لا شارك بالراي وله اراء صائبه وله فهم كبير جدا في التاكتس في كره القدم. ولذلك يعني اني حرصت في كثير من المراحل ان هو بيبقى ما اتيحت الفرصه معايا تعتمد عليه. يعني معايا كان في مكه، كان معايا في الامارات، كان معايا في مع النادي الاهلي. النادي الاهلي 85 86 بالظبط. دي ايامنا احنا بقى بالظبط، ده ايام جميع المراحل الحقيقه كان عمرو معايا، لان انا بتوسم فيه ان هو شخصيه ذكيه جدا، واولا منظم ويحب العمل، وانا احب واحد زي كده، ما احبش واحد يعني مجرد بس كده، لا احب واحد منظم ومرتب مواعيده، واجباته عاملها بالشكل، محضرها بشكل كويس. الحقيقه عمرو محترم جدا، وما زالت علاقتي بيه علاقه وطيده واسريه. ربنا يديمها عليكم يا كابتن. الله يخليك.